ويا أبلة، محدش هيوصلك النهارده ولا ايه؟ انت بتكلمني انا يا ابو اسلام؟ هو في حد ولا مؤاخذه قدامي غيرك علشان اكلمه؟ يبقى بتكلمني انا. انت مالك يا اخويا؟ انت مالك مين يوصلني ولا مين ما يوصلنيش؟ ما يمكن اللي بيوصلني ده قريبي ولا خطيبي ولا ابن عمي ولا ابن عمتي ولا ابن خال جرى ايه؟ هو انت معاك شجره العيله ولا معاك السي في؟ يعني ايه السي في ده؟ بعدين مالك يا اخويا قاعد لي كده مركز مع اللي طالع واللي نازل في العماره وعامل لي فيها البيل بواب؟ بقول لك ايه يا ابو اسلام؟ ما تركزش معايا احسن، عشان انت لو ركزت معايا هتتعب. لو عايز تركز يعني ممكن تركز في حاله واحده بس هتغاضى فيها عن كل مصابك. ايه هي؟ يعني ان يبقى عندك عيال عايزين ياخدوا دروس تاريخ ساعتها، يبقى اسالني بقى عن مين طالع ومين نازل ومين بيوصلك، غير كده مالكش فيه. فاهم ولا مش فاهم؟ مفهوم. بس فيها صدفه. عايز ايه يا عم انت؟ ولا حاجه يا باشا. طب اتكل. حاضر. انت ايه اللي جاب؟ مش هينفع نتكلم هنا. نتكلم؟ ليه؟ هو انا لسه في ما بيني وما بينك كلام بعد اللي سمعته منك واللي قلته لي؟ ولا يمكن نسيت تمضيني على ورقه؟ لو نسيت حتى همضيها لك من غير حوارات. صدفه تعالى اركب العربيه وافهمك كل حاجه. عربيه؟ حد الله ما بيني وما بينك، وحد الله ما بيني وما بين عربياتك. في حاجه قبل صدفه؟ وانت مالك انت؟ اعتبر ان دي اخر مره هتشوفيني فيها. اركب العربيه وافهمك. اوعى ايدك دي، مش عايز افهم حاجه. انا مش وحش ولا شريره صدفه زي ما انت فاكره. انا قلت ان انت وحش ولا شرير؟ طلع من بقي كلام زي ده؟ ولا انت اللي على راسك باطحه؟ انا كنت باخد حقي وانت فاهمه ده كويس. وخدته وفهمنا. ايه الجديد؟ الجديد انك زي ما ساعدتني من غير ما تقصدي، انا جاي النهارده اساعدك بس بقصد. تساعدني بقى في ايه ان شاء الله؟ هحللك مشكلتك اللي مع جلال. تعالى صدفه معايا وانا افهمك كل حاجه. معلش يا ستي. ركبني يا اخويا العربيه اللي انا مش طايقاها دي. تعالي على نفسك يا ست صدفة. اديني جيت على نفسي اهو. ما نشوف اخرته. اللي ركبني بس. شوف الراجل عمال يبص لي برضه. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.